أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت وزارة الداخلية السعودية إن عناصر إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا في حي المسورة بمحافظة القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار. وقالت الداخلية في بيان لها إن الإرهابيين اتخذوا من الحي في القطيف وكرا لشن جرائمهم، مضيفا أن قوات الأمن تعاملت مع الإرهابيين المختبئين في الحي. أفاد ناشطون في دمشق بخروج 1200 شخص جلهم من المدنيين، إضافة إلى بعض مقاتلي المعارضة المسلحة في حيي برزة وتشرين المحاصرين في دمشق، إلى بلدة مسرابة في حافلات أدخلتها قوات الأسد تمهيدا لنقلهم إلى إدلب شمال البلاد، حيث مناطق سيطرة المعارضة السورية. وذكرت مصادر في المعارضة في حي تشرين أنها توصلت إلى اتفاق مع نظام الأسد يقضي بخروج مقاتليها إلى شمال البلاد مقابل تسليم الحي لقوات الأسد. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها ستبدأ الهجوم على مدينة الرقة، أكبر معقل لتنظيم داعش في سوريا، بداية الصيف المقبل. وتوقع مسؤول عسكري في قوات سوريا الديمقراطية أن يزودها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بأسلحة ومركبات عسكرية عند بدء الهجوم المرتقب. أعلنت قيادة القوات العراقية المشتركة عن استئنافها المعارك شمال غربي مدينة الموصل القديمة بعد فترة تعليق دامت 3 ساعات، وعن بدئها تأمين خروج العائلات إلى المناطق الآمنة. وتقترب قوات مكافحة الإرهاب من استعادة حي الإصلاح الزراعي بالكامل، فيما تستعد وحدات لاقتحام أحياء العربي والرفاع والنجار لعزل حيي الزنجيلي والسابع عشر من تموز، أخطر ما تبقى من معاقل داعش، إضافة إلى وسط المدينة القديمة المحاصرة من قبل الشرطة الاتحادية. شهدت المناظرة التلفزيونية 3rd بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران في 19 من أيار مايو هجمات عنيفة واتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وصعد الرئيس حسن روحاني الطامح لولاية ثانية، صعد من خطابه هذا الأسبوع مؤكدا أن الخيار في الاقتراع هو بين مزيد من الحرية وبين القمع، لكن المناظرة طغت عليها القضايا الاقتصادية. تعرضت الأنظمة الإلكترونية في دوائر الصحة العامة في بريطانيا اليوم لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت، ما أدى إلى تعطل العمل في معظم المستشفيات. وذكرت مستشفيات بريطانيا أنها اضطرت لتحويل حالات الطوارئ بعد الهجوم الإلكتروني، وقال مسؤولون حكوميون إنهم ينظرون في أسباب هذا العطل. إلى اللقاء.